كل واحد فينا فكر مرة شلون يعدل جسمه ولا يهتم بصحته، سواء كنت متيح أو دق العود أكيد فكرت شلون ممكن تغير من جسمك. كنت تبطل إزرار البنطلون بعد الغداء، خاش تيشيت صار لك 7 شهور تحلم إنك تضعف وتلبسه، أو قمت تروح السوق وما تحصل قياسك. كلنا مرينا بهالتجربة. طبعا الكلام حق جندي بعد الغالية، أكيد زهقتي وهم يزفونك وقت الغداء، ولا قام ينغزون عليك بالعروس، ولا اليهال بزوارة يقلدون صوت إذا مريت يمهم. وطبعا أكيد زهقتي من زميلتك بالدوام اللي كل يوم تقول لك لا شمتنك صايرة. الموضوع أخوي أختي مو اشتراك نادي ب50 دينار وبس تروح 3 مرات وتلعب شامل، ولا تروح سيفكو وتمجل حق شهر وتتوقع أنك بتطيح وبتطيحين 30 كيلو. خلال هالفيديوهات إن شاء الله راح أسولف لكم عن موضوع الدايت والنادي وشلون تصلون للنتيجة اللي تبونها بأسهل وأسرع طريقة ممكنة.